أهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من طاقة بلاس. أصداء الحرب في غزة تتردد في أسواق الطاقة العالمية. البنك الدولي يحذر من صدمة في أسعار النفط وتوقف إنتاج حقل تمر يهدد إمدادات الغاز الإسرائيلية إلى مصر. إلى أبرز العناوين. وسط مخاوف تمدد الصراع في الشرق الأوسط، البنك الدولي يحذر من إمكانية ارتفاع أسعار النفط في سيناريوهات قد تصل إلى أعلى من 150 دولارا للبرميل. وفي أعقاب تعليق الإنتاج في حقل تمار الإسرائيلي، الأسواق تخشى الانعكاسات على إمدادات الغاز المصرية إلى أوروبا، وتساؤلات حول تأثير الحصيلة الدولارية في مصر بهذه الأزمة. قلق البنك الدولي حول إمكانية ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى يفوق 150 دولارا للبرميل، هو الذي أعلن عنه منذ أيام، يعود طبعا إلى تلاقي الأحداث الجيوسياسية السابقة والتاريخية والسيناريوهات المختلفة، الصراع المستمر بين إسرائيل والحرب على غزة يمكن أن يتصاعد إلى صراع أوسع في منطقة الشرق الأوسط. ويلاحظ هنا البنك الدولي أنه مثل هذا التصعيد يمكن أن يؤدي إلى اضطراب كبير في إمدادات السلع، ويشعر بالقلق من أنه إذا تزامن الصراع في الشرق الأوسط مع عواقب الغزو المستمر يعني لروسيا، الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن ذلك قد يمثل صدمة مزدوجة للأسواق المالية، وسيختبر الاقتصاد العالمي الذي هو في وضع هش بالفعل بالنسبة لتعريف البنك الدولي، والذي يقارن أيضا بين الحالة الحالية وحظر النفط العربي عام 1973، ويشير إلى أن اضطرابا صغيرا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار، لأنه بينما انخفضت حصة الشرق الأوسط في إمدادات النفط العالمية منذ السبعينيات، لأن المنطقة ما زالت تمثل 29.5% من الإمداد العالمي، ويمكن أن يكون الانقطاع أي إمدادات تأثيرات عالمية رئيسية. البنك الدولي افترض سيناريوهات محددة. أسوأ سيناريو حين يتصاعد الصراع إلى اضطراب إقليمي، وإذا حدث ذلك قد يؤثر في إمدادات النفط بنسبة تتراوح بين 6 إلى 8%، ويقول أنه في هذه الحالة الأسعار قد ترتفع بنسبة تصل إلى 75% من مستوياتها الحالية إلى حدود 157 دولار للبرميل. المقارنة أيضا بسيناريو آخر كما حرب العراق عام 2003 سيؤدي لتقليل الإمدادات، كان انقطاع 2,300,000 برميل يوميا في هذا السيناريو. يعتقد البنك الدولي أن الأسعار قد تصل إلى 121 دولار للبرميل. أما في حالة صدمة مماثلة للحرب الأهلية في ليبيا عام 2011، فسنرى ارتفاع للأسعار ما بين 93 و102 دولار للبرميل بحسب هذا التقرير، الذي يقول أيضا أنه الأدلة التاريخية تشير إلى أنه في بعد ارتفاع كبير في أسعار النفط مثل ما حدث مثلا بعد صدمة النفط في السبعينيات، الأسعار قد لا تعود إلى مستويات ما قبل الصدمة. بالنسبة للتأثير في التضخم العالمي، قدر صندوق النقد الدولي أنه زيادة 10% في أسعار النفط ستضيف نحو 0.4% إلى التضخم العالمي. قد تكون الكثير من السيناريوهات، وقد تكون سيناريوهات من الصعب تحققها على أرض الواقع، ولكن تحذير البنك الدولي يحتاج إلى عدة تأملات. سأرحب بضيفتي من جدة كورنيليا ماير، الرئيسة التنفيذية ورئيسة مجلس إدارة ماير ريسورسز لندن. أهلا كورنيليا. تقديرات وسيناريوهات البنك الدولي في هذا التقرير، يعني هل ترين أنه هذه السيناريوهات قابلة للتحقق بتلك الطريقة، أم أنها يعني تعطي صورة متشائمة للغاية قد لا تكون أيضا مطابقة تماما للوضع الجيوسياسي الحالي على الأرض؟ دائما أقول إن من الشجاعة طرح هذه التوقعات، لأن أسعار النفط تتقلب، وكلما كان التوتر الجيوسياسي أكبر فإن التقلب يكون أكبر، لكن السيناريو 157 دولارا غير واقعي، لأن ذلك يعني أن الأنوار ستطفأ، وبالتالي إذا أغلقت الممرات البحرية سيحصل ذلك، لكن لا أرى أن ذلك سيحصل برأيي، وبرأيي هذه مجرد صرخة تحذير لا أكثر.
طيب ما هي السيناريوهات في تقديرك المتوقعة الآن؟ يعني هل الوضع جيوسياسيا ونحن لازلنا لا نعلم، يعني إذا ما كانت أطراف أخرى ستتدخل في هذا الصراع أم لا، لكن هل السوق اليوم يعني بدأت تضع في الحسبان أن المخاوف السابقة بشأن أي انقطاع في الإمدادات تبددت تقريبا، وأنه يعني مشاركة أطراف أخرى أصبحت أكثر صعوبة مما بدا عليه الأمر في بداية هذه الحرب؟ يمكن لرقعة النزاع أن تتوسع، ولكن إذا حصل ذلك فهذا يعني عقوبات أكبر على إيران، لكن 80% من النفط الإيراني يتجه إلى الصين ويكرر هناك، وتحديدا في المصافي الصغيرة، وهذه المصافي غير متصلة بالنظام المالي الغربي، وبالتالي تأثير هذه العقوبات إن حصلت محدود. وعندما نكون أمام توترات جيوسياسية تشهد الأسواق تقلبات وصعودا وهبوطا، ولكن أود القول إن أسعار النفط ومنذ 7 أكتوبر لم تصل لمستوى 27 سبتمبر، ووقتها كان السعر فوق 94 دولارا. نعم حصل تقلب كبير، وهذا أمر غير مفيد لأنه لا يفيد المستهلكين ولا يفيد المنتجين، وهو يصعب التخطيط عندما تتذبذب الأسعار، ولكن كانت تتحرك ضمن نطاق ضيق عموما. طيب فلنفرض أنه في سيناريو دخل يعني حزب الله تخطى قواعد الاشتباك الموجودة حاليا والقائمة ودخل بشكل واضح إلى هذه الحرب، يعني هل التأثير طبعا سيكون الأسعار ستبدأ بتسعير ما يترتب على ذلك، لكن في أي حدود؟ يعني كم دولار يمكن أن تكون علاوة المخاطر في تلك الحالة؟ كما قلت أنني لا أعتقد أن من السهل وضع تقديرات لأسعار النفط ضمن التقلبات الحالية، وآمل أن لا يتورط حزب الله في الحرب، وآمل أن تكون هناك حلول، ولكن إذا دخل إلى الحرب فهذا يعني المزيد من العقوبات، وإذا أصبحت هناك مشكلة في مضيق هرمز ولا يمكن عبور 17% من النفط العالمي يمر عبر مضيق هرمز، وهذا يزيد عن القدرة الإنتاجية الحالية الإضافية الموجودة في أوبك، ساعتها سنكون أمام مشكلة حقيقية. حاليا إذا حصل بعض التوتر هناك قدرة احتياطية إنتاجية لدى أوبك بلس، ودول أوبك بلس وتحت رعاية المملكة العربية السعودية كانت حكيمة بوضع حد للإنتاج، لأن هذا الأمر يبقي قدرة احتياطية إنتاجية متاحة عندما تسوء الأمور. وهذه هي النقطة، يعني أنه في نهاية الأمر موضوع أي اضطراب في ملاحة في مضيق هرمز هو موضوع إلى حد كبير مستبعد، يعني حتى في السيناريوهات الصعبة للغاية هو يعني موضوع بعيد عن الواقع، لكن في حالة وجود عقوبات على إمدادات النفط الإيراني فأوبك بلس قادرة على تعويض هذا الفارق، هل هذا ما تدركه السوق أيضا الآن؟ الأسواق أدركت ذلك، وهي ليست بحاجة إلى التعويض لأن هذا النفط يتجه إلى الصين بنسبة 80%، وبالتالي لن نكون أمام وضع يتأثر بفرض عقوبات إضافية على إيران، لكن الأسواق بدأت تدرك أن هناك تقلبات كبيرة وهذا طبيعي، فعندما نكون في حالة توترات جيوسياسية متصاعدة نرى تقلبات كبيرة، لكن ما سيقلقني هو حصول شيء في مضيق هرمز وهو لازم أن يحصل، لكن إذا حصل فهذا سيؤثر على شحنات الغاز الطبيعي المسال، وهذا يعني وضعا صعبا في أوروبا أيضا. شكرا لك على هذه المشاركة كورنيليا مير، شكرا جزيلا. تشاهدون في طاقة بلس بعد الفاصل، هل تتأثر الحصيلة الدولارية في مصر بتوقف حقل تمر على إنتاج الغاز؟ الذكاء الاصطناعي الكلمة المفتاحية لعام 2023 التي تهيمن على نقاشات القادة ورؤساء الشركات رواد الأعمال الجميع،
في المنتديات والاجتماعات العالمية. الذكاء الاصطناعي كان حاضرا بقوة أيضا في فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، مهيمنا على الكلمة الافتتاحية لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان. الرميان شدد على ضرورة الموازنة بين فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي وبصمته الكربونية، مستشهدا ببرنامج تشات جي بي تي يتطلب تشغيل هذا البرنامج ليوم واحد طاقة كهربائية تضاهي استهلاك 26 ألف منزل أمريكي على مدى عام. هنا أيضا الرميان نوه في كلمته بمساعي السعودية للمساهمة في معالجة هذا التحدي العالمي عبر شركتي أرامكو ونيوم، اللتين تعملان على إطلاق منشأة وقود اصطناعي نموذجية لإنتاج نوع من البنزين سيقلل انبعاثات المحركات التي تستخدمها بنسبة 70% عن استخدامها الوقود التقليدي. هذا التوجه الذي تتبناه الشركات السعودية بإدخال الذكاء الاصطناعي في أعمالها تسلكه أيضا شركات أخرى في قطاع النفط والغاز، من بينها شيل الهولندية التي تسعى إلى تعزيز إنتاج النفط البحري باستخدام الذكاء الاصطناعي وأبرى تقنية يمكنها أيضا أن تقصر مدة الاستكشافات إلى أقل من 9 أيام بدلا من 9 أشهر. شيفرون الأمريكية كذلك تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التكرير لديها وتقليل استهلاك الطاقة، وطورت نظاما للذكاء الاصطناعي يمكنه التنبؤ بأداء المصافي وتحديد المجالات التي يمكن تحسين كفاءة الطاقة فيها. أيضا بالمثل كل من أكسون موبيل توتال تستخدم هذه الشركات الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التكرير وخفض التكاليف وخفض استهلاك الطاقة. في آخر استطلاع كانت أجرته إرنست أند يونغ، 92% من شركات النفط والغاز حول العالم تستخدم حاليا الذكاء الاصطناعي أو تخطط لذلك في العامين المقبلين، ويقول 50% من المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط والغاز أنهم بدأوا بالفعل في استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في حل التحديات داخل مؤسساتهم. قبل بداية الحرب في غزة كانت مصر تستورد 800 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا من إسرائيل، لكن توقفت تلك الإمدادات بعد إغلاق حقل الغاز الإسرائيلي تمار على خلفية مخاوف من أن يتأثر الحقل بالنزاع بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. في الفترة الأخيرة شهدت مصر انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي لعدة أشهر، وربطت الحكومة بين هذه الانقطاعات وتوقف واردات الغاز مع زيادة الطلب على الكهرباء في فصل الصيف ودرجات الحرارة كانت أعلى من المعتاد. وأدى انقطاع التيار الكهربائي والذي كان في السابق محدودا إلى نحو ساعة واحدة يوميا إلى تساؤلات حول وضع الطاقة في مصر، خاصة مع وجود تحديات اقتصادية أخرى. توقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل يؤثر بشكل مباشر على قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. مصر بالأساس تستورد الغاز الإسرائيلي ثم تقوم بإسالته في مصانع الإسالة بإدكو ودمياط لإعادة تصديره بشكله المسال إلى أوروبا. مع تعطل تلك العملية فإن التأثيرات قد تطال أيضا تجار الغاز الأوروبيين. لكن على الرغم من أن السلطات الإسرائيلية أمرت بإغلاق الحقل، إلا أن شركة شيفرون قامت بالاستمرار في تنفيذ بعض من عقودها مع مصر. نعود ونركز على مصر التي تواجه أزمة عملة أجنبية تسببت في تفاقم معدلات التضخم إلى مستويات قياسية. هل يكون هذا الملف من الملفات التي تزيد من الضغوط الإضافية على الحصيلة الدولارية المصرية؟ من القاهرة أرحب بدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال في مصر. أهلا ومرحبا بك دكتور. يعني أولا في تقديرك أنت، موضوع إغلاق حقل تمار إلى أي مدى سيستمر؟ هل هو مستمر بفترة أو طول الحرب، أم أن هناك عوامل أخرى قد تتحكم في عودته أو عودة طبيعة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر؟ مساء الخير. أولا موضوع قفل حقل تمارا ده موضوع يخص إسرائيل، لأن في حقل تمارا بيمر بمنطقة اسمها عسقلان، ودي كانت مسار للحرب في غزة مع إسرائيل. فأعتقد أنه كان لازم يتقفل عشان ما يحصلش مشكلة كبيرة. قفل الحقل ده مرتبط بالحرب أو بالموقع اللي هو فيه، إلى أن إسرائيل تاخد شمال غزة اللي موجود فيه حقل عسقلان ممكن تفتحه. تقول لي تفتحه ليه؟ لأن إسرائيل أساساً هي المتضررة الكبيرة من عدم التصدير، لأن ده أولاً بيدخلها جوه إسرائيل عندها حاجات متوقفة، ثانياً الجزء الثاني بيتصدر لمصر عشان يتباع وحصلته تروح لها. فبالتالي إسرائيل من مصلحتها أن هي تبدأ الضخ في أقرب وقت،
الى ان تنتهي العمليات الحربيه اللي موجوده في المنطقه بتاعت اسقلان، اعتقد انها تفتح على طول. طيب الوضع الحالي بالنسبة لمصر، يعني وكان طبعا الصيف الماضي درجات حرارة مرتفعة، الطلب على الكهرباء كان زاد بشكل كبير، الآن يعني سمعنا أن هناك احتمالية لتخفيف الأحمال ونحن في فصل الشتاء، وهذا يطرح تساؤلات كثيرة، يعني ما الذي يحدث دكتور؟ هل هذا الوضع سيستمر لفترة أطول؟ لا هقول لك أنا حاجة، هو اللي بيحصل الآتي، إحنا الظروف ما جاتش مواتية معانا، فعلا إحنا كان بناخد 800 مليون ادم يوميا بيتصدروا بيعملوا اساله ونصدرهم لاوروبا من خلال المعامل بتاعتنا. احنا الطاقه القصوى بتاعتنا حوالي مليار ونص ادم، يعني بنقول اسرائيل بتبقى 50% ومن عندنا من مصر 50%. لما انخفض الانتاج بتاع مصر من حقل ظهر نزل من 2.8 ل 2.2، فاحنا فقدنا 600 مليون ادم يوميا من الحقل ده، فبالتالي انخفض الانتاجيه بتاعه المعامل اللي هتصدر بره، فمصر محتاجه دولار. تعمل ايه؟ خفضت من الاحمال شويه وتواكب مع ده زياده الاستهلاك بتاع الكهرباء، فحاولت انها تخفض من الساعات التشغيل للكهرباء عموما عشان توفر جزئيه تصدرها عشان تجيب بيها عمله صعبه، عشان العمله الصعبه دي اللي بتيجي احنا بنجيب بيها البنزين والسولار الحاجات المواد البتروليه الاخرى اللي احنا بنصدرها من بره، وكان ده الترتيب بتاعها. فهو مصر جت على المواطنين شويه ساعه او ساعتين عشان توفر عمله صعبه. طب نيجي بقى بعد كده ايه اللي تم؟ لما خلص الصيف قلنا خلاص هننشط ونبطل ديت، جت الحرب بتاعت اسرائيل فوقفت حقل تمارا، حقل تمارا وقف 800 مليون ادم يوميا بيجوا، وبالتالي كان لازم على مصر ان هي تستمر في تخفيض الاحمال عشان تاخد الكميه دي من عندنا من مصر تعوض بيها وتصدرها عشان تجيب العمل صعب. طب ده مقداره قد ايه؟ احنا بناخد من اسرائيل حوالي 15 مليار كل 5 سنين، يعني كل سنه مليار، واحنا دخلنا السنه اللي فاتت كان حوالي 8.9 مليار ادم دولار من تصدير الغاز، نقول ان اسرائيل بتساهم فيه ب 50%، يعني يبقى 4 مليار دولار جايين من تصدير غاز اسرائيل و4.5 او اكثر شويه من مصر. فلما انقطع ال 4.5 مليار دولار دول بيأثروا على مصر، يعني بنتكلم حوالي من 400 ل 500 مليون دولار شهريا. دول انخفض من ايرادات مصر. فعشان كده مصر مستمره في تخفيض الغاز عن ساعات الكهرباء، والنهارده كمان بنخفض شويه من المصانع عشان تعوض ما تزودش ساعات انقطاع الكهرباء. هي عمليه موائمه مع بعضها. تقول لي طيب الكلام ده هيستمر كتير؟ لا هيخلص مع الحرب ان شاء الله، او زياده الانتاج من الحقول الاخرى. جميل دكتور، يعني هنا سؤال، يعني ربما سؤال عام بشكل كبير، كانت مصر خلال السنوات الماضية يعني تؤهل نفسها وتطمح إلى التحول إلى مركز إقليمي للطاقة وتحديدا للغاز، وكان يعني الأمور تسير في هذا الاتجاه، اليوم حضرتك ذكرت أنه هناك تراجع في إنتاجية حقل ظهر، وكان الحكومة نفت موضوع تسرب المياه الذي تسبب في تقلص هذه الإنتاجية، ما الذي حدث يا دكتور في الخطة بالمجمل وفي حقل ظهر على وجه الخصوص؟ لا هقول لك حاجة، هو ما حصلش تسرب ولا حاجة. أنت تعلم إن حقل ظهر ده مش حقل واحد، يعني هو فيه حوالي 20 بير، فكل الآبار دي اللي مفتوحة من 3 سنين غير اللي مفتوحة النهاردة. البير اللي بيبقى فيه بير بيتعمله صيانة بيخرج من خدمة بينضب شوية بيخش بير تاني، وهكذا العملية متوالية بتشتغل، فالإنتاج ما هوش ستيبل بحد معين ويفضل طول عمره كده، يعني ممكن يتراجع بهذه الشكل بشكل سريع في فترة زمنية قصيرة وانتظر انه سيعود. هل سيعود الى مستويات الانتاج السابقة؟ المفترض انه يكون الحفر والاستكشاف، يعني المزيد المفروض انه يعني حسب الاحتياطات الموجودة في هذه المنطقة قد يكون هناك مجال للمزيد من الانتاج مستقبلا. يعني اقول لحضرتك السبب ايه؟ حضرتك عارف ان المستثمرين بيجروا وراء الاستثمار الناجح، واستثمار الغاز كان ناجح جدا لغايه ما جت كوفيد 19 وحصل ان المستثمرين لقوا ان استثمارهم لازم يتوقف شويه عشان الاستهلاك قل.
فده ادعى ان هم خفضوا الاستثمارات بتاعتهم شويه. حتى مع الاستثمارات ديت لما جه فات سنه 2020 بيؤثر النهارده، لان لو هو كان مستمر كان الحقول كلها استمرت وزادت. النهارده بعد الازمه ما حصلت وزاد الاسعار ومتوقع انها تزيد، المستثمرين هيفتحوا جديد وهيستثمروا كتير في الابار النهارده وهيزودوا انتاجهم، ان ده شيء طبيعي. نعم اشكرك على هذا. اعتقد هتبقى صح. تفضل. اهلا وسهلا. نعم. طيب شكرا جزيلا لك دكتور سعد محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز في مسال في مصر، لتوضيح هذه الصورة. شكرا لك. وصلنا بذلك لنهاية حلقة هذا الأسبوع من طاقة بلس. مشاهدينا شكرا للمتابعة، وإلى اللقاء في حلقة الأسبوع المقبل.